رغم صعوبة الأوضاع الصحية التي تمر على طلاب المدارس، تراهم يجرون امتحاناتهم مستغلين فترة حظر التجوال لإعادة تأهيل أنفسهم، ويسندهم بذلك دروس التعليم الإلكتروني، معبرين عن فرحهم بأداء الامتحانات والعبور لمرحلة دراسية أخرى. سعداء اليوم جدا أنه توجه طلابنا، طلاب محافظتنا، إلى مدارسهم وإلى الامتحانات، امتحانات نصف السنة. حقيقة وزارة التربية وضعت مواعيد عدة لامتحانات نصف السنة، لكن هذه التوقيتات لم يتم إجراء الامتحان فيها بناء على توصيات وتوجيهات خلية الأزمة. وبعد ذلك عندما وجدت خلية الأزمة هنالك وقت مناسب لأداء هذه الامتحانات سمحت لنا، ولو كان الوقت قصير جدا بين الإعلان عن الامتحان والتهيئة له، لكن حقيقة احنا كنا متهيئين مسبقا لهذا الشيء. الملاكات التربوية وجهودها التي أثمرت الآن من خلال رغبة الطلاب بالحضور وأداء واجباتهم، متحدين الوضع الصحي من خلال التنسيق مع كافة الدوائر في كربلاء للتعفير والتعقيم وتجهيز قاعاتهم الدراسية لإنهاء النصف الأول. دار الصحة كربلاء لديها تعاون كبير، ليس يعني في هذه اللحظة المفاجئة من بدء الامتحانات، وإنما منذ بداية العام لدينا فرق طبية وفرق الصحة المدرسية وقسم الصحة العامة متعاون جدا مع مديرية تربية كربلاء في كل المدارس. لدينا إجراءات وفحص للطلاب، أجرينا أكثر من 50,000 فحص PCR خلال هذه الفترة بين طلاب وبين مدرسين للبحث أو التحري عن هذا المرض. دائرة صحة كربلاء عاونت وكانت دعم وإسناد لإخوانهم في تربية كربلاء من ناحية تعفير المدارس، تطبيق آليات تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات. لاحظنا اليوم ومع قناتكم الكريمة آليات التباعد والالتزام بالكمامات من ناحية الكوادر المدرسية ومن ناحية الطلاب. توفير الكمامات والتعقيم والتعاون رغم وجود إصابات كثيرة سجلتها صحة كربلاء، إلا أنها استمرت بتجهيز المدارس بها والسيطرة على الوباء من خلال غلق المدارس المصابة لمدة 14 يوما تلافيا لانتقال العدوى، وهكذا العمل على قدم وساق. الإجراءات الصحية كانت مناسبة وطانا فترة يعني مناسبة عن المدة النقرة والامتحن، والأساتذة ما قصروا بالناحية الدراسة الإلكترونية على التليجرام، ساعدونا هواي خاصة بالأسئلة. واضح النظام الصحي جيد وحضر التجوال يعني والله ما أثر علينا، لأنه ما استثنى والطلاب والمدرسين والكادر التدريسي كامل على الناحية حضر التجوال. رغم الظروف الصعبة لم تمنعهم من أداء امتحاناتهم والانتقال من مرحلة إلى أخرى وسط إجراءات إدارية وصحية مشددة. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.